اعتراف اعتراف الزوج الزوج بأهمية بأهمية زوجته زوجته في في حياته، حياته، والعكس والعكس كمان، كمان، هذا هذا لا لا ينتقص ينتقص من من قيمته قيمته إطلاقا. إطلاقا. سلام. أكيد كل مكان أو بكل عيلة بتبلش الحياة برجل وامرأة اختاروا بعض لحتى يكملوا الحياة سوا، إما بيتفقوا وإما بتصير الخلافات، وبعد سلسلة من الخلافات الطويلة ممكن إنهم يلجأوا إلى الطلاق اللي هو عن طريق المحاكم أو الطلاق بالاتفاق. لكن في عنا نوع معين من أنواع الطلاق واللي هو مش معروف أو غير مصرح فيه لكن منتشر وبكثرة مثل الداء، الطلاق الصامت أو الطلاق العاطفي، علاقة زوجية لكن منتهية الصلاحية. الفرق بينها وبين أي طلاق عادي أو الطلاق الشرعي والرسمي إنه الأب والأم موجودين في البيت ومعهم الأولاد والحياة ماشية طبيعي، وبتشوفهم أنت برا في اجتماعاتهم العائلية ومناسباتهم الاجتماعية بشكل طبيعي، لكن هم فعليا مطلقين عاطفيا، إما حتى إنه يكون في أولاد بينهم فهم ما بدهم يتركوهم، أو ممكن لأسباب مادية أو اجتماعية أو للحفاظ على الشكل الاجتماعي أمام الناس. الطلاق العاطفي أو الطلاق الصامت هو طلاق منتهي الصلاحية بين زوجين موجود بكثرة في بيوتنا، لا يوجد أي مشاعر أو أي اهتمامات مشتركة بين الزوج والزوجة، وهم موجودين فقط لحماية الأولاد من التشرد أو للعيش مع أحد الوالدين أو الحفاظ على الشكل الاجتماعي أمام الناس أو أمام العائلة، لكن العلاقة شبه منتهية وكل واحد فيهم عايش لحاله. الزوج بيقوم بواجباته الاجتماعية وبواجباته الزوجية، والمرأة أيضا بتقوم بواجباتها العائلية تجاه أطفالها وتجاه البيت، لكن ما في أي تواصل أو حوار، وبيلاقوا حالهم أمام خيارين، إما الطلاق الشرعي الرسمي أو الطلاق العاطفي، وهذا اللي بيلجأوا له أغلب الناس. إحنا بنشوفهم خارج البيت أو في إطار المناسبات الاجتماعية زوجين سعيدين بينهم اهتمامات وبينهم حوار ولغة تواصل وبينهم أطفال، لكن هم في البيت طبعاً ما بيعيشوا أي حياة مشتركة بينهم، وبالعكس بيعيشوا مثل الغرباء، وممكن أي واحد برا يكون بيعرف عن حياة كل شخص منهم أكثر من الإنسان اللي موجود معاهم أو بيعيش تحت سقف واحد. طبعاً الطلاق العاطفي أو الطلاق الصامت له عدة أسباب. أولاً فتور العلاقة الجنسية اللي هي ركن أساسي وإحنا بنتحاشى إنه نحكي فيه أو نناقشه، ركن أساسي في العلاقة بين الزوجين، فتور هاي العلاقة بيؤدي إلى الطلاق العاطفي. وواحد كمان من الأسباب المهمة اللي هو اختلاف الأهداف الثقافية والاجتماعية بين الزوجين، مثل اختلاف المستوى الاجتماعي أو مستوى التفكير أو حتى مستوى التعليم، اللي بيخلي في حالة موت سريري بيختفي فيها الشعور بالأمان من أحد الزوجين، والشعور بالأمان هو ركيزة أساسية لنجاح استمرار العائلة اللي فيها بيتخطى الأزواج أي مشاكل أو اختلاف في وجهات النظر. وبالتالي فإنه في كثير من حالات الطلاق العاطفي بيشعر فيها الأولاد، والطلاق العاطفي صحيح هو واحد من أسبابه بيكون هو وجود الأولاد أو وجود الأطفال لحتى ما يعيشوا مع الأب أو مع الأم لحالهم، وهو للحفاظ على الشكل الاجتماعي تبع العائلة، إلا أنه أحياناً البرود وقلة المشاعر الموجودة في العائلة بتخلوا الأطفال يحسوا أو يشعروا بهذا الشيء، وبالتالي هذا بيعمل مشاكل تانية وممكن أنه يعمل مشاكل نفسية حتى عند الأطفال. إلا أنه هاي الأسباب كلياتها ممكن أنه إحنا بخطوات معينة من بداية الحياة ومن بداية قبل ما يصير في عندنا موت سرير العلاقة الزوجية بين الرجل وبين المرأة ممكن إنه نتلاشاها. بالبداية وأهم ركيزة أساسية للحصول على حياة زوجية مستقرة وآمنة اللي هي لغة الحوار. يجب من بداية العلاقة يكون في حوار، كل شخص من الأشخاص لازم يحكي الإشي اللي ما بيريحه من الطرف الآخر أو الإشي اللي بخوفه من الطرف الآخر أو اللي ما بيحسسه بالأمان. تاني إشي لازم يكون في محاولة فهم الآخر، حقوقه، مشاعره، واجباته، اتجاهاته، احتياجاته، مشكلاته، لحتى في النهاية وبعد وجود حوار بينهم ونعرف إيش أساس المشاكل والمخاوف بسبب هاي المشاكل نقدر نحل المشكلة، وبالتالي ما نوصل إلى مرحلة الطلاق العاطفي، لأنه إحنا بنعرف في كل البيوت في مشاكل، وهذا شيء أساسي وشيء موجود حتى في العلاقات المتزنة والسوية يوجد مشاكل، لكن الحوار هو اللي بيخلي لأنه كل شخص يعرف إيش مخاوف الثاني، إيش مشكلات الثاني، إيش مشاعر الثاني، وبالتالي بنقدر نفهم التفاصيل العميقة للحياة الزوجية وحلها وعدم الوصول إلى هاي المرحلة من الطلاق العاطفي.
في مجتمعاتنا كتير إحنا مش متعودين نقول كلمة شكراً، أو مش متعودين من الأساس إنه نعبر عن مشاعرنا. كلمة شكراً أحياناً بتعطي أثر إيجابي كبير في نفس الزوج أو الزوجة، وممكن تحسسه كمان إنه هو عمل إشي عظيم، وممكن إنه الإشي يكون كتير تفصيل دقيق وبسيط في حياة واحد من الآخر. لهيك التعبير عن المشاعر إشي مهم بالحياة الزوجية عشان ما تقلب الحياة باردة وما فيها أي مشاعر. أيضاً من الأسباب المهمة اللي بتخلي الحياة الزوجية مستقرة وآمنة اعتراف الزوج بأهمية زوجته في حياته، والعكس كمان هذا لا ينتقص من قيمته إطلاقاً. على العكس تماماً، لما أنا بدي أعترف لزوجي بأنه هو شيء مهم بحياتي وركيزة أساسية في حياتي، هذا ممكن يخليني أكبر في نظره أكثر من هيك، وهو يعرف قديه هو شخص مهم بحياتي. من الأسباب أيضاً التغاضي عن بعض الأخطاء، يعني مش بالضرورة إنه إذا مرتي مش طابخة أنا أعمل مشكلة، ومش بالضرورة إذا زوجي تأخر عن البيت كمان أعمل مشكلة. التغاضي عن الأشياء والهفوات البسيطة هذه كمان بتختصر الكثير من المشاكل اللي ممكن مع الوقت تتراكم وتتعاظم لحتى تعطي انطباع سيء لدى طرف عند الطرف الآخر. أيضا من الأسباب الاهتمام بمشاعر شريك الحياة، يعني أنا لما بدي أعبر عن مشاعري إني أكون سعيدة أو حزينة، أكون متضايقة، أحيانا ممكن يكون بسبب أو من غير سبب، أنا دائما بتوقع إنه الشخص المقابل أو زوجي إنه ما يتجاهل هاي المشاعر. على العكس تماما، أنا بحب إنه كمان يوقف جنبي بهاي المشاعر، وإنه حتى لو ما كان أنا عاجبني مثلا الكلام اللي بحكيه أو مستسخفة إنه شعور هو شعوره بالملل أو مستسخفة شعوره بالحزن لشيء بسيط، ما لازم أنا أقلل من أهميته، على العكس تماماً لازم أوقف جنبه أو هو لازم يوقف جنبي لحتى يحسسني بقيمتي. من العلاجات المهمة أيضاً في الطلاق العاطفي الضحك، ويمكن أنتوا تستغربوا إنه هل الضحك هو علاج؟ طبعاً الضحك علاج. أحياناً الضحك أو في أغلب الأوقات الضحك بيعمل على تخفيف وطئة المشاكل. أحياناً ممكن الواحد يكون في مود كتير سيء وبتجاوز الأمور هذه، ممكن يحتاج أشياء كتير لحتى أنا أطلعه من الحالة اللي هو فيها، لكن الضحك ممكن في نكتة بسيطة، في كلمة بسيطة، في أشياء يعني بتكون كتير بسيطة تولد عاطفة قوية داخل قلوب الزوجين. ربنا قال في كتابه الحكيم: واجعلنا بينكم مودة ورحمة، البيوت قائمة على المودة والرحمة وعلى المحبة أيضا بين الأزواج. لهيك لما نبلش نفقد هاي المودة والرحمة والحب في بيوتنا لازم نوقف ونناقش الموضوع، وزي ما ربنا حكى إمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. أنا شادن صالح، ما تنسوا تتابعوني في برنامج جدل على شبكة منصات اللي لينكاتها موجودة في أول تعليق. سلامات.